في هذه الفترة الحرب مختلفة، التغطيات مختلفة، لأن جميع العالم يستطيع أن يكونوا مراسلين من قلب ساحة الحرب، كونوا معهم هاتف ذكي وشاشة على التليفون لنقل كل الأحداث، أيضا سواء كانوا مع ما يحصل أو ضد ما يحصل، أيضا يستطيع الجميع التعبير عن هذا الكلام عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر الهواتف الذكية. نتابع تفاصيل طوفان الأقصى عبر السوشيال ميديا، نتحدث أكثر عن هذا الموضوع مع الخبير التقني محمد مقدادي. صباح الخير محمد، وأهلا وسهلا بك معنا. كل شيء مختلف، حتى الحرب أصبحت أيضا مختلفة مع كل ما يحدث، مع كل الانتهاكات الإسرائيلية والضرب الإسرائيلي. للأسف الهاشتاجات الإسرائيلية هي الأقوى، التعاطف من المؤثرين والفنانين العالميين هو أكثر، بينما نحن وإن قررنا أن نضع بوست واحد أو نعبر بهاشتاج واحد، الإنستغرام يمنع ويحظر هذه الصفحات. نعم. يعني حتى الحرب لحقتنا بالسوشيال ميديا. كيف من الممكن أن تكون السوشيال ميديا سلاح قادر على دعم المقاومة بفلسطين؟ نعم، طبعا أول شيء نحكي عن الإشي اللي عم يصير، هو إحنا بنسميه علميا اللي هو الديجيتال دبلوماسي، اللي هي الدبلوماسية الرقمية، وهي جزء من علم كمان أكبر من هيك اللي هو اسمه السوشيال إنجينيرينج، وهي الهندسة الاجتماعية. اليوم مواقع التواصل الاجتماعي نتفق مع بعض إن هي من أحد أهم وأكبر الأسلحة اللي موجودة في العالم. يعني اليوم أنت بدل ما تشتري أسلحة لدمار شامل أو غيره أو نووي وغيره، لا، بشتري أنا اليوم سوشيال ميديا بلاتفورم وبغير، بغسل عقول الناس والعقود الجديدة من الناس وحتى الأطفال. محمد أقاطعك، إذن هذه صور مشاهدينا مباشرة من قطاع غزة، ما زال القصف والغارات الإسرائيلية الوحشية مستمرة على قطاع غزة. تفضل. نعم، طبعا حتى مثل ما بنشوف الحرب موجوده في غزه والقصف موجود في غزه، ونفس القصف حتى حيكون موجود في من ناحيه السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي. اليوم مواقع التواصل الاجتماعي هي من احد اهم الامور اللي بامكانك انت بدل ما تحارب الناس تغير طريقه تفكيرهم وتسيطر عليهم، وهذا احنا بنسميه سوشيال انجينيرينج. انت اليوم بامكانك تغير الطريقه اللي بيفكر فيها الكل، تزرع فيه افكار وتغسل ادمغتهم علشان تزرع فكره معينه على سبيل المثال، وهذا شفناه في العديد من الامور اليوم موجوده في السوشيال ميديا. فالسوشيال ميديا اليوم هو ممكن يسبب لك حرب أهلية، ممكن يسبب ثورة، ممكن تستخدمه للتحكم بالناس، توجيه الناس. هذا كلياته حتى شفناه في الانتخابات الأمريكية على سبيل المثال مع دونالد ترامب، شفنا السوشيال ميديا وقوة السوشيال ميديا من ناحية تويتر. فهذا الإشي شفناه على أرض الواقع سواء كان في أمريكا أو كان في غيره. كيف إحنا بدنا نكون مع المقاومة الفلسطينية عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟ كيف ممكن نشتغل بشكل صحيح بحيث ما يكون في حظر على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وفعليا يوصل إذا في هاشتاج معين يوصل لكل العالم ويعرف العالم القصة الحقيقية؟ لأنه للأسف الغرب عم بيتحدث بأنه المحتل هو المسكين، المحتل هو المغلوب على أمره، المحتل هو اللي بحاجة إلى دعم، بينما هو المغتصب أصلاً للأرض. نعم، هلا الأسلوب اللي أنا بنزل فيه على السوشيال ميديا بيتحكم بطريقة النشر أو طريقة انتشار المحتوى اللي أنا نزلته. فأنت اليوم علشان توقف في طرف فلسطين ويوصل البوست بطريقة منيحة لازم تمشي حسب الستاندرز، المعايير الموجودة في إنستغرام. يعني ما بزبط على سبيل المثال تحط صور وحشية، ولا بزبط تحط صور قتل وغيره. هلا ممكن تيجي تحكي لي بحطه في اوكرانيا، ممكن حكيتي لي بحطه في كثير من الحروب. هلا احنا بدنا نمشي حسب السياسه، يعني احنا اليوم ما بدنا نخلق كمان عدو لنا، مع انه ممكن يكون مسيس. يعني انا ممكن اجي احكي عن منصات مواقع التواصل الاجتماعي وتكون مسيسه، لكن حتى هلا في من ناحيه ذكر اسمها على سبيل المثال عشان تقدر توصل هذا الفيديو، ما بذكر اسماء هاي المنصات علشان انه ما يعمل لحالي بلبله من ناحيه هاي المنصات، وبنفس الوقت ما اخليهم انه يقللوا نشر هذا الفيديو مع
يوصل لحتى الكل يقدر يستفيد منه. فأنا لازم أمشي بالمعايير. إذا اليوم بحكي لك ما تحط صور وحشية، ما بحط صور وحشية، بلاش صور وحشية. إذا ما في غلط على سبيل المثال تغلط على نيشن أو تغلط على ديانة، سواء كان شعوب ولا كان على ديانة مين ما كانت، حتى لو إحنا بنحكي عن احتلال، لازم تحاول تلاقي طريقة مبتكرة إنك تيجي تريفير إنه هي الشخص هذا موجود، تأشر عليه تحكي إنه موجود ولكن بمسميات أخرى. حاول إنك ما تصير تغلط ولا تصير تسب ولا تصير تكتب على الكومنتس، لأنه هذا فقط الإشي اللي بيساعد إنه رقم واحد إحنا عم نورجي حالنا بطريقة مختلفة. إذا بدك تنشر إشي وحشي على سبيل المثال، أنت كمان عم تسيء لحالك، لأنه لما الأجانب عم يشوفوا هذا الإشي ما بيقدروا يهضموه وما بيقدر يعرف أنت شو اللي عايش فيه، على هذا الأساس نشرت. ممكن أنت يكون مبرر لأنك عشت حياة أثرت عليك لحتى أنت تنشر هذا الكونتنت، وبدك تنفس عن حالك بهاي الطريقة ومش قادر تسيطر على أعصابك. ولكن لازم تحكم بطبيعة الكونتنت، ما يكون في أمور وحشية، ما تغلط على الديانات ولا تغلط على الشعوب. انشر زي ما بنشر الانفلونسرز، بشوف في ناس عم تنشر حتى باللغة الإنجليزية على سبيل المثال عشان يقدروا يوصلوا للفورين كونتريز ويقدروا يوصلوا البوستات تبعيتهم أزريج. ما تغلط وما تحط صور وحشية، ضلك ماشي بالستاندرز تبعون الفيسبوك والإنستغرام. المؤثرين العالميين والفنانين اللي عندهم ملايين من المتابعين هم للأسف واقفين مع الجانب مع الاحتلال الإسرائيلي، وعم بيقولوا إنه هو يعني هو صاحب المكان وهو اللي تعرض للعنف من المقاومة. كيف إحنا بنقدر نعلق على بوست معين موجود عند مؤثر معين؟ كيف بنقدر نرد عليه ونفهمه الحقيقة؟ هل مثلاً من خلال لينكات معينة بنقدر نحطها؟ أنا تابعت عدد كبير منهم وشفت إنه الناس اللي مع فلسطين ومع المقاومة عم بيردوا بطريقة شتائم وما إلى ذلك، ولكن إحنا منرجعهم للحقيقة أم ننفرجيهم الحقيقة بطرق أخرى؟ كيف من الممكن أنه نبين لهم ونفهم الناس اللي عندهم اللي عم بيكتبوا المزيد من الكومنتس المزيد من الملاحظات عندهم أنه لا يا جماعة أنتوا غلطانين، أنتوا فاهمين كل القضية غلط؟ نعم طبعاً. أنا بالنسبة لي صراحة الشعب الفلسطيني هو من أمهر الناس اللي بيستخدموا السوشيال ميديا. نعم. حتى إذا بتشوفي طريقة التصوير والميديا والمحتوى اللي عم ينزل بتلاقيه كثير بروفيشنال. كثير اليوم الإنفلونسرز العرب اللي اليوم على سبيل المثال نشوف الفيديوز تبعونهم بيوصلوها بطريقة، سواء كان عامل ميوزيك فيديو أو كان عامل شعر أو كان عامل أشياء مصورة ولكن عاملها بلور حتى لو كانت وحشية. ممكن أنا أستخدم الصوت، يعني أنا على سبيل المثال كان عندي الفيديو وفيه أشياء وحشية، بإمكاني أعمل بلور للأشياء الموجودة، أغبش عليها شوي وأقدر أخلي الصوت اللي هو يطلع لصوت الصرخات، صوت المشاكل. أنا بعرف أنه أنت بدك تأكسبرس، بدك تفرجي المشاكل اللي عم تصير عندك، ولكن ما بفرجيها بطريقة أنه ممكن تأثر على المشاهد الموجودة. اليوم إحنا كثير حتى حيوانات على سبيل المثال، حيوان مفترس بيأكل حيوان ما بيطلع على الفيسبوك، فما بالك لما يكون في عندك معركة، ناس عم تنقتل، ناس عم تستشهد، ناس عم يعني في كثير أمور عم تلعب دور أنه المحتوى ما ينتشر. فأنت علشان تقدر تنتشر لازم تركز على أنه المحتوى ما يعارض. هم سابقيننا بالسوشيال ميديا صراحة، هم في كثير إحنا للأسف العواطف، العاطفة هي كتير بتسحبك، ومرات الظروف اللي بتصير معك بتخليك انك تنزل شغلة انت لحتى بدك تفرجي الاشي اللي موجود جواتك من الغضب الموجود جواتك وما بتفكر بعواقب هذا الاشي. لازم تمشي حسب الستاندرز والمعايير الموجودة في مواقع التواصل الاجتماعي، ما بتقدر تتعداها. احنا هلأ بحرب على السوشيال ميديا؟ طبعا السوشيال ميديا هي اهم ساحة بالمعركة، وهي اللي بتوجه العالم كامل لقضية معينة بدون ما ترجع لأي شغلة معينة. يعني أنت هلأ باستخدام السوشيال ميديا بتعمل حرب أهلية باختصار. نتمنى نفوز بهاي الحرب عبر السوشيال ميديا على أقلها يعني. إن شاء الله يا رب. شكرا، كان معنا الخبير التقني محمد مقدادي، شكرا جزيلا لك.